الابتلاء ليس مقصودا به دائما الضر ولا الشر ولا الشدة ولا العسر ولا الضيق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ينبغي أن يتسع عندنا مفهوم الابتلاء الرباني إلى أنه كما يكون بالشر فإنه يكون بالخير. فالابتلاء يكون بالصحة كما يكون بالمرض، الابتلاء كما يكون بالفقر يكون بالغنى، الابتلاء كما يكون بالزواج والذرية يكون بالعقم، الابتلاء كما يكون بالعطاء يكون بالحرمان، الابتلاء يحصل في كل أحوالنا. إذا لابد أن نفهم أن دنيانا هذه معشر العباد جبلت، فطرت، خلقت على هذا الكدر، على الابتلاء، على عدم بقائها على صفو دائم ونعيم مستمر، فقط لأن هذا المعنى جعل للحياة الآخرة لأهل الجنة الذين يكرمهم الله بالنعيم الأبدي. فتنفصل هذه المعاني للحياة الآخرة باستقلال، ولا تشاركها الدنيا إلا على معنى الكدر وما يبتلي حياة الناس من تلك الأوجه. والله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هي معاني تشملها بلا استثناء. ولهذا كان من الأدب النبوي في التعوذ من الفتن أن نستعيذ من شرها: اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن بعض الفتن قد تكون خيرا للعبد لكنه مبتلا فيها على كل حال.